كثير للأهمية. قبل كم سنة أحد مشايخ، وأرجو أن لا نذكر له اسم، حدثني عن أمر لغاية الخطورة. وقال لي: أخي أبو ثائر، حضرتك تحدثت في قناة وصال على موضوع استدعاء شيوخ القبائل، وتذكر حضرتك أخي عبد الله، لأن الله تتذكر ذلك. نعم، القبائل الأحوازية، وأنا تابعت، هذا ما قال لي. قال لي: تابعت وتأثرت بحديثكم وكثير، وتألمت لما نحن فيه. وبعد فترة أقل من شهرين أيضا تم استدعاؤنا نحن مشايخ الأحواز، ولكن هذه المرة أصلا الموضوع كان مختلف من السابق، وكان هناك مشايخ عراقيين موجودين بين هؤلاء المشايخ الأحوازين، ونقلونا إلى مشهد للزيارة. وهناك قابلنا كبار مسؤولين بحرس الثورة، وعدونا بزيارة خامنئي والمخابرات والاستخبارات، ثم سكنونا بهوتيلات فخمة، وهيئوا كل ما نحتاجه. وفي الليلة الثالثة من أقامتنا عرضوا علينا بنات أو نساء جدا جميلات، واقنعونا بأنهن متعة، وحدث ذلك. ولكن بعد، وفي الليلة الخامسة، دخل علينا فرق من المخابرات اطلاعات، وحوصر الهوتيل كله، وتم تفتيش القرب. وعندما سألنا السبب، قالوا: تم اختراق الهوتيل بواسطة جواسيس إسرائيلية، ووجدنا كاميرات تصوير بغرفكم، وبعد يعني بالغرف، يعني لقوا هذين الكاميرات. وبعد يوم استدعونا على انفراد، وعرضوا علينا أفلام مبتذلة لنا نحن الشيوخ، وقالوا: هذا ما سجله الصهاينة عليكم مشايخ العرب، ونحن تمكننا من إفشال خططهم، ونحتفظ بالأفلام في الأرشفة المخابراتية، ولا تنتشر إلا إذا نعوذ بالله أحدكم تعامل مع إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية. اسمع أخي عبد الله، لأن الله أرجو الاهتمام بهذا الموضوع. وهذا ما جعل مشايخ العراق والأحواز تسكت على، حتى إذا ذبح كل شعبهم للأسف الشديد. يعني يا شيخ أبو ثائر، يعني الذي حدثك بهذا الأمر هو كان من ضمن الحاضرين مع مشايخ القبائل في العراق. نعم، وكنت لا أصدق ذلك تماما أخي عبد الله، مع أني أنه أعلم أن لا يوجد أغذر من مخابرات والحكومة الإيرانية، الذي جوزت اغتصاب حتى الرجال الذين يخالفوا إيران الفارسية في سجونها، وحضرتك تعلم ذلك.